طيب معنا متصل على الخط، تفضل سرور. السلام عليكم. عليكم السلام منصور، تفضل. كيف حالك طال عمرك؟ الله يخليك. كيف حالك يا شيخ صالح؟ الحمد لله بخير. تفضل سؤال. الله يحفظك. عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت يا شيخ. الأول يا شيخ، هل بيت الله عز وجل والمسجد النبوي يعني إذا انتهت المهدي هل هو يعني يزول بعدين؟ هذا السؤال الأول الله يحفظك. كيف السؤال هذا؟ السؤال هذا يعني إذا أمة محمد يعني تغيرت فيما بعد، هل مكة والمدينة هل تزول؟ سؤال محيرني يا شيخ. سؤالك الثاني. يا أخي ما لك مصلحة من هذا السؤال؟ الحمد لله مكة موجودة والمدينة موجودة، وزيارتها والصلاة فيها والدعاء فيها مشروع ومطلوب ولله الحمد، وأما أنها في آخر الزمان يعرض لها ما يعرض فالله أعلم.